كيف يرى دكتور علي الدين هلال عام 2024 من المنظور السياسي؟ شوف، سنة يعني تفجرت فيها، تتصاعد فيها أحداث وحروب وصراعات، أغلبها بدأ في أعوام 22 23. يعني وفي وسط هذه الأحداث العالمية الكبرى، نقول مثلا الحرب الأوكرانية الروسية، نقول ازدياد موازنات الدفاع في أوروبا واليابان واستراليا، نقول التنافس الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أمريكا، نقول مثلا استمرار العلاقات الاستراتيجية بين الصين وروسيا. إنما الشرق الأوسط يعني له حظ الأسد في المشكلات. يعني لما نبص كده النهاردة بشكل سريع جدا، الحروب والصراعات الموجودة عندنا، حرب متفجرة في قطاع غزة والضفة الغربية، وأنا بتعمد أقول قطاع غزة والضفة الغربية، أشوف صراع في سوريا والعراق اللي يطلق منهم صواريخ أو طائرات مسيرة ضد القواعد الأمريكية. في تصريح النهاردة 80 جندي وضابط أمريكي أصيبوا بجراح من جراء هذه، طب رد الفعل كان إيه؟ قيام أمريكا بإطلاق صواريخ على عدد من القواعد العسكرية في بغداد. بعدين عندنا نشوف بقى حضرتك داخلية في الشرق الأوسط، هتجد حضرتك قيام إيران بضرب باكستان، ورد باكستان عليها، ورغبة الطرفين في لملمة الموضوع بأسرع وقت، وأعيدت العلاقات الدبلوماسية بعد أن هم كانوا قطعوها من جانب باكستان، سحبت السفير من عدة أيام. إيران بتضرب أربيل بدعوى إنها بتضرب مركز تجسس إسرائيل. وبعدين العراق يحصل فيها تغير غريب جدا، يعني أول وتاني يوم العراق تتقدم بشكوى، الحكومة العراقية تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إيران، يعني أن ما حدث هو اعتداء على السيادة العراقية. بعدها يحدث تراجع في الخطاب السياسي العراقي، ونجد امبارح وزير الدفاع ولا يقول لا، وزير لا توجد مشكلة لا يمكن حلها بالمفاوضات بينه وبين إيران. تركيا بتضرب عسكريا في العراق وفي سوريا. بعد كده نبص على إسرائيل، ومش بس الضفة الغربية وغزة، لبنان، جنوب لبنان، وسوريا. وفي الأسبوع الأخير سياسة الاغتيالات المنظمة. ويعني طبعا عايز أقول واضح إن في خرق أمني كبير عند إيران، سواء إيران في عند حزب الله أو إيران في دمشق، لأن واضح إن إسرائيل بيبقى عندها معلومة. يعني امبارح بتضرب سيارة ماشية بتضربها، أو في وسط شارع بحاله مبنى معين يطلع عليه 8 صواريخ يهدوا المبنى. فإذا هو مش ضرب كده عشوائي، وبتكتشف بعد كده إنه المبنى ده كان فيه ناس معينين، أو السيارة دي كان فيها ناس معينين، أو لما ضرب الشيخ صالح نائب رئيس الدائرة السياسية الحماس، هي عمارة، الصاروخ رشق في شقة معينة.
فلما اشوف الصوره يا استاذ يوسف العماره قائمه زي ما هي. ده استهداف مباشر مش عشوائي. مش عشوائي. ده مبني على معلومات دقيقه. واعتقد يعني ده موضوع لابد الاجهزه المسؤوله في سواء في حزب الله في ايران في بتشوف ايه اللي حصل يعني ازاي. لانه طبعا الناس اللي بيستهدفوا دول عاملين اجراءات امنيه مشدده او مفروض. نيجي ننقل حضرتك بقى على الجنوب في البحر الاحمر واللي الحوثيين بيعملوه وردود الفعل المختلفه وبين اعلان امريكا الحوثيين جماعه ارهابيه. منطقه تتلاحق فيها الاحداث تكثر فيها الازمات وحتى الان بتتصاعد بشكل بطيء. انما امكانيه انها تتدحرج الى حرب اقليميه قائم. كل القوى الاقليميه بتتحاشاه باستثناء اسرائيل. اسرائيل هي التي تريد ان تحدث حرب اقليميه. تذهب في اتجاه التصعيد المستمر. التصعيد المستمر. ايران وحزب الله يعني لغايه دلوقتي كذا مره ايران تقول وسوف نرد في الوقت المناسب. الشيخ حسن نصر الله لا كلامه منضبط جدا ويقول لن نكون البادئين بحرب شامله، لن نكون البادئين بكذا. وبعدين يقول بقى واما اذا اختار الطرف الاخر فنحن مستعدون. فيعني تخش بقى تيجي لك بقى حاجات كده في وسط السكه مش عارف اثيوبيا تعمل اتفاقيه مع ارض اقليم الصومال وتعمل دربكه شويه توتر. طب مصر بتتعامل معاه؟ يمكن ما حدش خد باله ان من يوم ما بلينكن جه مصر هنا الوزير سامح شكري ما كانش موجود. كان في اريتريا. صح. من غير بقى مش غير ذكاء من غير معلومات كان لابد بيناقش بيطوروا موقف مشترك الى اخره. ثم زيارة رئيس الصومال إلى مصر وحديث الرئيس الواضح يعني. والرئيس يعني كان يعني كلامه برضو منضبط. يعني لم يترك أولا كلام مصر لا تسعى لا لتهديد حد ولا لتخويف حد. نحن نسعى للتعاون مع كل الناس. وفي نفس الوقت لم تسمح بأي شكل من أشكال الاعتداء. لم نسمح بأي شكل من أشكال كذا. لما قال بقى بنطور علاقاتنا مع الصومال الشقيق في الموضوعات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية بس خلاص. لا لا يعني ما تركش ده غامض. اقتصادي سياسي أمني عسكري. وبعدين بقى قال كده حاجة بقى تترك إن قال ما نقدرش نقف صامتين إنما يطلب منا. فده معناه إن الرئيس الصومالي دولة الصومال طلبت من مصر دعم ومساندة. ما أعتقدش بقى إن إحنا وظيفتنا نتكلم على أي أشكال هذه المساعدة أو المساندة. إحنا نسينا نتكلم أنت قلت لي في الأول السودان. والسودان. برضو منطقة صراع ممتد. الشيء الجديد انه يعني كده اخر اسبوعين ثلاثة يعني هناك طرح لرئيس قوات الردع الدعم السريع عثمان محمد دقلو طرح شخصية سياسية اقليمية. فبنجد انه عمل زيارات لعدد من دول افريقيه وراح لاثيوبيا واجتمع مع هناك مع وفد من رؤساء الاحزاب السودانيه وعلى راسهم رئيس الوزراء السوداني السابق يعني وبيتكلموا وطارح نفسه كرجل سلام. بعد كده كنت بشوف له من امبارح حوار طويل على قناة سكاي نيوز عربية وطارح لا في بيعد كأنه شخصية مش بس شخصية عسكرية أو رجل ميليشيات أو كده
شخصية سياسية لها آراء سياسية وهيبقى شريك فيه مستقبل السودان. طبعا إلى جانب بقى المشاكل المزمنة بقى يعني إن عندك خلاف مغربي جزائري بوليزاريو، عندك طبعا ليبيا حالة عدم استقرار، حالة عدم استقرار. فمنطقة حبلى بالأزمات والصراعات والحروب.